الموضوع بقى بيزنس، لا مبادئ ولا أمن قومي ولا دولة ولا حاجة. من سيحكم غزة؟ لك أن تتخيل أن دلوقتي في أمريكا وأوروبا والإمارات وبعض العواصم العربية الأخرى بيقولوا مين اللي هيحكم غزة. وثيقة تكشف مخططات أوروبية العربية بتعرضها قدام حضراتكم وبتقول لكم مين اللي ناويين يخلوه حاكم على غزة. عندي تفاصيل بتؤكد طرح تدويل إدارة القطاع بإشراف أممي، المهم القضاء على حماس. العربية بتقول على الرغم من استمرار المعارك الدارية والغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة من 7 أكتوبر، بدأت بعض الدول الأوروبية تبحث في خيارات ما بعد الحرب. بحثت عدد من الدول الأوروبية خيار تدويل إدارة القطاع، يبقى تحت شكل دولي، يعني إدارة دولية بالتعاون مع الأمم المتحدة. اقترحت الوثيقة التي حصلت عليها العربية يوم الثلاث اللي عدتها ألمانيا وزعتها على عدد من الدول الأوروبية تولي تحالف دولي تأمين غزة بعد الحرب، وأشارت إلى أن هذا التحالف سيتولى أيضا تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى غزة، أهم حاجة تجفيف منابع دعم حماس. وحذرت الوثيقة من تداعيات القصف العشوائي واقترحت عمليات جراحية دقيقة في غزة وشككت في قدرة إسرائيل على القضاء على حماس بالوسائل العسكرية، ونصت على تكفيف منابع دعم حماس ماليا وسياسيا. إذن هم دلوقتي بيناقشوا مين اللي هيحكم غزة، لك أن تتخيل. طيب، السفير الفلسطيني في الاتحاد الأوروبي بيقول لا، احنا مش هنقبل بتدويل غزة. زي ما الخبر بيقول معانا، سفير فلسطيني في الاتحاد الأوروبي بيقول لا يمكن قبول تدويل قطاع غزة. ليه؟ هو كمان عايز ان الإدارة تذهب الى السلطة الوطنية الفلسطينية الموجودة في رام الله. ده تفاصيل الخبر معانا بتحكي القصة كلها، وان هو يرفض التدويل. هم قال الفرة، السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحمن الفرة، يبدو أن هناك وثيقة تدور داخل الأروقة الأوروبية، لكن نحن كسفارة فلسطين لم نستلم أي شيء، لم يعلمونا بأي شيء، يقررون ويتحدثون ويتفاوضون فيما بينهم دون إعلامنا. قال إن سفارة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي لم تستلم أي شيء رسمي، ولا حتى السلطة الفلسطينية ولا الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني اللي هي منظمة التحرير. شدد الفرع على أنه يجب أن يتم التشاور مع منظمة التحرير، فهي وقعت جميع الاتفاقيات مع إسرائيل ومنها أصله بحضور الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا داعي لأن يتم حاليا توزيع هذه الوثائق أو التفاوض عليها دون حتى إعلام الطرف المعني. وقال لا يمكن أن يقبل أي فلسطيني بتدويل قطاع غزة، فقطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وهو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المراد إقامتها، وسيتم إنشائها قريبا إن شاء الله. الكلام ده بيتم عرضه على وسائل الإعلام المصرية برضو بالمناسبة. يعني أحمد موسى بيقول لك، بيصدر تحذير الناتو في غزة. الناتو في غزة، أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء، اللي هو يا جماعة ما تسمحوش بتدويل القطاع، لأن هيكون حلف الناتو هو اللي بيدير المشهد في قطاع غزة. وثيقة أوروبية، إسرائيل غير قادرة على القضاء على حماس بالوسائل العسكرية. لك أن تتخيل، في برضو علشان نبقى شايفين مشهد اللي بيحصل في غزة لازم نشوف العالم بيقول إيه. وثيقة أوروبية، هي الوثيقة اللي اتكلمنا عنها من شوية، بتقول عنها أخبار اليوم إن إسرائيل غير قادرة على حماس بالوسائل العسكرية. هما بيتكلموا عن تجفيف المنابع زي ما قلت لحضراتكم. الولايات المتحدة تستكشف مع دول أخرى خيارات لمستقبل غزة ما بعد حماس. الكل دلوقتي بيحاول يوجد صيغة لشكل التعامل مع غزة بعد القضاء على حماس، وكأن القضاء على حماس أصبح هو الهدف اللي بيجتمع عليه الجميع، وشايف أنه قاب قوسين أو أدنى من تحقيقه، بينما على أرض الواقع في صمود وفي معارك لازالت مستمرة بشدة ما بين حماس وما بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، زي ما حضراتكم متابعين أكيد. الولايات المتحدة تستكشف مع دول أخرى، دي قلناها لحضراتكم، بس عايز أقرأ التفاصيل اللي قالها
بلينكين وزير خارجية لأنها مهمة أن حضراتكم تطلعوا عليها. قال بلينكين: إذا لم نتمكن من ذلك فهناك ترتيبات مؤقتة غير ذلك قد تشمل عددا من الدول الأخرى في المنطقة، وقد تشمل وكالات دولية تساعد على توفير الأمن والحكم في قطاع غزة.